اضطر الشرطي كيعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ لاستخدامه مساء أمس الأحد، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخصين، الأول راشد والثاني قاصر السن، كان في حالة تخدير واندفاع قويين، وعرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير بواسطة السلاح الأبيض. واذكر بلاغ للمديرية العامة الأمن الوطني أن قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن فاس قد توصلت بإشعار هاتفي حول وجود شخصين يحملوا أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها تهديد سلامة المواطنين بحي التضامن بمنطقة سهب الوردة، والشيء لاستدعاء إفادة دورية شرطة النجدة القريبة من عين المكان والتي واجهها المشتبه به الراشد بمقاومة عنيفة، مما استدعى إشهار السلاح الوظيفي وتوقيفه وحجز السكين اللي كان بحوزتها. ومكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة بعين المكان حسب البلاغ من توقيف المشتبه به الثاني القاصر من بعد ما حاول الفرار، واللي تم العثور بحوزته هو الآخر على سكين الحجم الكبير هذا، وتم الاحتفاظ بالمشتبه بهما على التوالي تحت الحراسة النظرية وتحت المراقبة على خلفية البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف ملابسات هذه القضية وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.